أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السور الجمعة 19 مارس 2021. يوم جميل ورائع، أنت في مزاج معتدل وكل شيء يسير على ما يرام. اليوم يمكنك إدارة جميع المشاريع بناء على رغبات زملائك ورؤسائك. ستكون حالتك العاطفية مستقرة نسبيا اليوم. ثق بنفسك وصحح الأخطاء ولا تكررها مرة أخرى. كن متواضعا. عاطفيا، لا تهتم بما يخبرك به أصدقائك، فكر فقط في عائلتك. لن تشعر أن زوجك مسرور بك، فهذا سيظهر أنه غاضب منك. ستحاول والدة زوجك استجوابك وطرح أسئلة لا يمكنك العثور على إجابة لها، فتجاهل كل ما تقوله، فهي تخاف على ابنها ولا تعرف ماذا تقول. مهنيا، لا تتوقف أبدا عن البحث عن طرق إيجابية للحصول على ما تريد. اخبر المدير بكل ما يحتاج إلى معرفته. ستغير الكثير من التفاصيل في ملفاتك لأنك تعلم أنك لم تعد بحاجة إليها. اترك الماضي وراءك وفكر في مستقبلك العملي، لأنك في برجك اليوم ستبرع. صحيا، تضع حدا لشهيتك وميلك القوي إلى الأطعمة الدسمة، ولا سيما تلك المضرة بصحتك فتجنبها.